بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بكم في الحلقة رقم 139 على قناتكم ترافلاستر او بريق السفر. لو انت اول مرة تشوفني معاكم انا الغندور، انا بقدم حلقات وفيديوهات عن الهجرة والسفر لكل دول العالم. حلقة النهاردة مختلفة جدا، وهي الجزء الثاني عن دولة سان مارينو. الحلقة الاولى على القناة عن سان مارينو كانت من سنتين، فانا قلت اعمل لكم تحديث للمعلومات وافكركم بدولة سان مارينو. يا ريت تقديرا المجهود المبذول في الحلقة تعمل لايك للفيديو دلوقتي وتشترك في القناة وتفعل الجرس على كله وتشارك الحلقة مع أصدقائك المهتمين بالهجرة والسفر. خلينا نشوف أول معلومة معانا مهمة جدا. عدد السكان في سان مارينو حوالي لا يتجاوز 33,600 نسمة، يعني فرصة كويسة لو أنت سافرت لسان مارينو إن أنت تلاقي شغل هناك، لأن ده بيسبب عدد السكان قليل، قلة التنافس الكبير على الوظائف. خلينا نشوف تكلفة المعيشة في سان مارينو. الفرد بيحتاج في الشهر حوالي 743 يورو من غير الإيجار. إيجار استوديو بره سنتر المدينة ب 525 يورو، يعني مصاريفك مش هتتعدى 1000 يورو في الشهر، في حين إن متوسط الرواتب في سان مارينو مرتفع حوالي 2629 يورو. ده هيسمح لك إن أنت لو اشتغلت هناك حتى من غير عقد إن أنت تقدر تعيش كويس، وتقدر إن أنت تدخر جزء من فلوسك في سان مارينو. أول طريقة معانا للهجرة في سان مارينو النهاردة طريقة مختلفة شوية، وهي الكير جيفرز. الكير جيفرز أو وظائف الكير جيفرز اللي هم مقدمين الرعاية الصحية في سان مارينو. العمل ده مش بيتطلب منك خبرة. مقدمين الرعاية الصحية ده بيكون لكبار السن في سان مارينو. هتلاقيني سايب لك في التعليق المثبت في مقال على موقع بريق السفر عن سان مارينو كل المواقع المذكورة في حلقة النهاردة. هتلاقي على موقع انديد حوالي 2810 وظيفة مقدمي رعاية صحية او كير جيفرز في سان مارينو. هتلاقي على انديد تاني 814، هتلاقي على لينكد ان اكتر من 2000 وظيفة في مقدمين الرعاية الصحية في سان مارينو، و63 وظيفة على جلاس دور، وفي مواقع تانية فيها برضو وظائف لمقدمين الرعاية الصحية في سان مارينو. ده بسبب ان كبار السن في سان مارينو نسبتهم كبيرة، فمحتاجين عدد كبير من مقدمين الرعاية الصحية. تقدر ان انت تقدم على الوظائف دي كمان من على موقع الأوبير. هتلاقي هنا موقع الجريت اوبير جايب اللي هو سيكينج ناني او الهاوس كيبر، يعني حد يراعي كبار السن في سان مارينو. الطريقة التانية للهجرة لسان مارينو في حلقة النهاردة هي التدريب المهني. فسواء انت كنت طالب او بتعمل موظف في وظيفة معينة، هتلاقي فيه فرص كتير للتدريب المهني. يعني عندك هنا موقع سكولرشيبس بورتال فيه 23 فرصة، وميكس سكولرز فيه 52 فرصة. دي فرص تدريب مهني للطلبة العالميين، والميكس سكولرز عليه 118 فرصة. فانت تقدر تقدم على التدريب المهني في مجال دراستك لو انت مخلص كلية، وتقدر ان انت لو بتشتغل في وظيفة تشوف ليها تدريب مهني في سان مارينو في تخصصك ومجالك. هتلاقي على انديد حوالي 1197 فرصة، وفرص على انديد، وفرص في مواقع تانية للتدريب المهني في سان مارينو. دي كانت الطريقة التانية في حلقة النهاردة. الطريقة التالتة هي العمل الموسمي. العمل الموسمي بيتيح لك ان انت تاخد فيزا عمل مؤقتة لسان مارينو تقدر تسافر بيها. بتقدم على سفارة، لو في سفارة سان مارينو في بلادك، لو ما فيش بتقدم من سفارة ايطاليا عادي، وبتاخد فيزا ايطاليا وتدخل بري من ايطاليا لسان مارينو. هتلاقي اكتر من 2000 وظيفة على موقع لينكد ان زي ما انت شايف للعمل الموسمي، وظائف على ايد وروك ابلاي واكسباتس وركينج ترافلر. فوظائف العمل الموسمي كتير في سان مارينو، خاصة ان سان مارينو جنب ايطاليا، فتقدر ان انت تسافر بفيزا عمل موسمي مؤقت لسان مارينو، وبعد كده تقدر ان انت تعدل اوضاعك هناك لما توصل البلاد. الطريقة اللي بعد كده للهجرة لسان مارينو هي وظائف المتحدثين باللغة الانجليزية. طبعا اللغة في سان مارينو هي اللغة الايطالية، بس هم محتاجين زي ما انت شايف هنا 43 وظيفة للمتحدثين باللغة الانجليزية في انديد عليه 198 وظيفة، في لينكد ان عليه برضو وظائف في سان مارينو، وموقع روك ابلاي ولي بورد. فلو انت كويس في اللغة الانجليزية، كويس بمعنى فلوينت في الاربع سكيلز بتوع اللغة، تقدر ان انت تقدم على وظائف اللغة الانجليزية المتحدثين بيها في سان مارينو، وتسافر بفيزا عمل بدل ما تسافر سان مارينو بفيزا سياحة وترجع بلادك وترجع تقدم تاني على فيزا عمل. يعني هتلاقي هنا مثلا 860 وظيفة المدرسين في على موقع جلاس دور في سان مارينو، تقدر
ان انت برضو تقدم فيها. فدي كانت الطريقة اللي بعد كده اللي هي وظائف المتحدثين باللغة الانجليزية، وتقدر ان انت بعد كده لما تسافر سان مارينو تتحدث اللغة الايطالية او تدرسها هناك عادي، مفيش اي مشاكل. الطريقة الخامسة في حلقة النهاردة الهجرة لسان مارينو هي العمل التطوعي. العمل التطوعي يا اما بيكون بتمويل كامل على مؤسسة العمل التطوعي اللي انت هتقدم فيها، او بتمويل جزئي مشترك بينك وبينهم، او بيكون التمويل بالكامل عليك. بس ميزة العمل التطوعي ان هو بيديك خطاب دعوة لدخول سان مارينو، والعمل التطوعي تقدر ان انت تقدمه في السفارة وبعد كده بتسافر بيه لسان مارينو، يا اما هناك بتحصل على اقامة مؤقتة يا اما بتحصل على فيزا لمدة اقامتك وعملك في سان مارينو. هتلاقي فولنتير ماتش، وهتلاقي مواقع تانية للعمل التطوعي، وركنج ترافلر وسيمبلي هايرد. هتلاقي فرص يعني للعمل التطوعي في سان مارينو اللي انت تقدر تقدم عليها وتسافر بيها تعمل عمل تطوعي في سان مارينو. بعد كده لو انت لقيت شغل هناك ممكن تقدم عليه وبتحصل على الإقامة لو حصلت على عقد عمل موثق في سان مارينو، سواء انت تحصل عليها هناك او ترجع بلدك وتسافر تاني بفيزا عمل في سان مارينو لو هم كانوا محتاجين لك وشايفين ان انت تقدر تعمل معهم في سان مارينو. الطريقة اللي بعد كده زي فيزا الفريلانسر، هي مش فيزا فريلانسر ولكن هي شبيهة بفيزا الفريلانسر في سان مارينو، هي السيلف امبلويمنت فيزا للفريلانسر، ودي خاصة بإيطاليا. لو انت قدمت عليها تقدر ان انت تدخل بيها برضو سان مارينو. طيب هي بتكون لمين؟ بتكون للفريلانسر. طيب المتطلبات بتاعتها ايه؟ ان انت يكون ليك اثبات محل اقامة في ايطاليا، ويكون دخلك اخر سنة 8500 يورو. طب 8500 يورو دول في الشهر ولا في السنة؟ لا ده في السنة مش في الشهر. يعني لو قسمت ال 8500 يورو على ال 12 شهر هيطلع لك دخلك يطلع كام في الشهر الواحد؟ هيكون حوالي 708 او 710 يورو في الشهر. ده مش مبلغ كبير بالنسبة لفيزا فريلانسر او فيزا شبيهة بفيزا السيلف امبلويمنت لإيطاليا. تقدر ان انت تدخل بيها ايطاليا وبعد كده تدخل سان مارينو لو دخلك السنوي 8500 يورو، لو انت بتشتغل فريلانسر وعندك تأمين طبي يغطي اقامتك 30 يوم في ايطاليا. طبعا دي شهادة سهل ان انت تجيبها، وشهادة عدم ممانعة من تقديم عمل الفريلانسر في ايطاليا ديت انت تقدر تستخرجها من ايطاليا. وبعدين يكون عندك اثبات دخل مالي كافي ان انت تعيش وتقيم في ايطاليا، تقدر ان انت تتكفل بنفسك هناك. وبعدين بتملى ابلكيشن فورم وبتجمع الاوراق المطلوبة، وبتقدم على تصريح إقامة في أبليكيشن تصريح الإقامة، وبتجمع الأوراق دي وتقدم عليها في سفارة إيطاليا. لما بتسافر إيطاليا تقدر إن أنت تدخل بالفيزا دي لسان مارينو بدون أي مشاكل. الطريقة السابعة في حلقة النهاردة والأخيرة وهي طريقة ذكية تقدر تدخل بيها سان مارينو، هي دراسة اللغة الإيطالية في سان مارينو. طبعا هتلاقيني سايب لك مع بقية المواقع كل نتائج البحث للمعاهد والكليات ومراكز الكورسات في سان مارينو اللي أنت تقدر تقدم عليها في دراسة اللغة الإيطالية، وتدفع قسط من كورس دراسة اللغة أو من سنة دراسة اللغة. ولما بتدفع هما بيبعتوا لك الأدميشن قبول بإن أنت تدرس في سان مارينو، بتقدمه في السفارة وبتسافر مباشرة لسان مارينو. طبعا دي طريقة مختلفة للهجرة لسان مارينو، دراسة اللغة بدراسة مدفوعة مش منحة دراسية، بتدخلك البلاد على طول، خاصة إن ده بيكون مفيد ليهم إن أنت تدرس اللغة الإيطالية هناك في جامعة أو مركز دراسة أو مركز كورسات. فدي طريقة برضو مهمة تقدر إن أنت تدخل بيها سان مارينو في الوقت الحالي، هي دراسة اللغة الإيطالية بشكل مدفوع في سان مارينو. تدخل تتكلم معهم وبتقدم وبتعرف شروط التقديم ومدة الكورس وهتاخده قد إيه، تحصل على فيزا ما تقلش عن سنة بحسب مدة الكورس، تقدر إن أنت تشتغل بجانب ما تدرس عادي 20 ساعة في الأسبوع مفيش أي مشاكل، وتقدر بعد كده إن أنت تدور على عمل في سان مارينو وتحصل على إقامة هناك لو لقيت عقد عمل موثق، سواء هتحصل عليه في البلاد أو هترجع لبلدك وتقدم تاني على فيزا عمل. بس دي طريقة تقدر تدخلك سان مارينو بشكل مباشر. كده أنا قلت لكم سبع طرق النهاردة جديدة مختلفة تقدر تدخل بيها سان مارينو. الحالة الأصلية هتلاقيها في التعليق المثبت. في الحالة الأصلية هتلاقي طريقة الاستثمار والعمل ولم الشمل والدراسة والمنح الدراسية في سان مارينو وقانون التجنيس والجواز. وبالمناسبة مفيش أي اخبار بتقول عن ان هم محتاجين البنات في سان مارينو محتاجة عرسان، الكلام ده مش صحيح، مفيش اي مصدر رسمي من سان مارينو بيقول المعلومة دي، ومفيش مواقع للجواز
جواز في سان مارينو عشان الكلام يبقى واضح. ودي كانت نهاية حلقة النهاردة، شكرا لكم طبعا كل وقت تشرف بيها. لو عندك أي سؤال أو استفسار سيب لي تعليقك وهرد عليك في خلال 24 ساعة. اعمل لايك للفيديو دلوقتي واشترك في القناة وفعل الجرس على كل، واستنوا الفترة الجاية حلقات وفيديوهات مهمة جدا على قناتكم حصريات السفر ترافل ستار بريك السفر. شكرا لكم طبعا كل وقت تشرف بيها، ومع السلامة.